عقد المجتمع النمساوي للتحليل السياسي بألمانيا ندوة نقاشية حول قطر بعنوان قطر شريك استراتيجي أم قوة مزعزعة للاستقرار. وخلال مداخلته أكد الدكتور ديفيد روبرتس الأستاذ المساعد بكلية كينجز بلندن أن قطر دولة تدعم المنظمات الإرهابية علنا وبوضوح. حينما نتعامل مع قطر فإننا نتعامل مع دولة ذات وجهين. الوجه الأول هو أننا لدينا أفراد قطريين أغنياء يقومون بتمويل القاعدة لأنهم يريدون المساهمة في عمليات إرهابية، والوجه الثاني هو الجمعيات الخيرية القطرية، وذلك في ضوء معرفة الجميع بخبرة قطر في مجال الجمعيات الخيرية. وهنا لا أقول إن الصليب الأحمر البريطاني أو ما يعادله في ألمانيا يقوم بذلك العمل بشكل أفضل، ولكني أقول إن لدينا سياسات تحكم الأمر. أضف إلى ما سبق سياسات الدولة فهي تدعم كل الكيانات التي تصنف كإرهابية بشكل علني وواضح. وخلال مداخلة أخرى أشار دكتور روبرتس إلى أن قناة الجزيرة عدلت من أسلوب تناولها للسياسات السعودية عام 2008 من أجل إتمام اتفاق مع السعودية يقضي بعودة سفير السعودي مرة أخرى بعد مغادرته الدوحة قبلها بستة أعوام. في 2002 شهدنا أولى المحاولات من طرف المملكة العربية السعودية لوضع قطر مرة أخرى في مكانها المناسب، وذلك عندما قام السعوديون بسحب السفير السعودي من الدوحة منذ عام 2002 حتى عام 2008، إلى أن تم الاتفاق على عودة السفير مرة أخرى بعد اتفاق عقد بين الطرفين. وكان الاتفاق مبنيا على أساس أن تقوم الجزيرة بتغيير أسلوبها تجاه السعودية، وهو ما حدث بالفعل. قطر تقوم بدعم الإسلاميين، وهناك سبب وحجة قوية لذلك. ولشرح تلك المسألة سوف أتحدث عن مسألتين، وهما ليبيا وجبهة النصرة في سوريا. لماذا تدعم قطر الإسلاميين في ليبيا عبر علي الصلابي وأخيه إسماعيل الصلابي؟ السبب الرئيسي هو أنه متاح أمامهم ومقيم في قطر، وهو يتحدث عن مجريات الأمور في ليبيا على قناة الجزيرة. أما جبهة النصرة فهي تنظيم مرتبط بوضوح بتنظيم القاعدة منذ سنوات، ويبدو أن قطر لها علاقة عملية بما يخدم مصالحها في جبهة النصرة، ونحن نعلم أن زعيمها ظهر على قناة الجزيرة عدة مرات. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. نرحب بك دكتور إكرام. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور إكرام، في البداية يعني غدا اجتماع مرتقب لوزراء الخارجية الدول الأربعة المكافحة للإرهاب، ما هي النتائج المتوقعة من هذا الاجتماع خاصة وأنه يأتي بعد خطاب تميم الأخير؟ ربما يعني الحكمة من هذا الاجتماع في رأيي هي تنسيق المواقف بين الدول الأربعة والتوافق على الخطوات التي يمكن أن تتخذ مستقبلا ضد قطر، أو في الاتجاه نحو التعامل مع ما يمكن أن نسميه المشكلة القطرية. قطر الحقيقة بمواقفها نقول في السنوات القليلة السابقة وصلت الآن إلى أزمة عربية، يعني أزمة بين قطر ليس فقط مع الدول الخليجية أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وإنما أيضا أزمة مع دول عربية أخرى، وده نتيجة التدخل القطري في شؤون هذه الدول وبوسائل مختلفة، سواء كان هذا التدخل إعلاميا أو لتمويل جماعات إرهابية أو لاحتضان قيادات إرهابية أو بكافة الوسائل المختلفة. وده اللي أدى في رأيي إلى الوصول إلى هذه الأزمة العربية القطرية، وأنا ممكن أعتبر أن هذه الأزمة أزمة خطيرة. ولو خدنا تاريخ الأزمات العربية في رأيي فإن كان في أزمة في بداية الستينيات بين المملكة العربية السعودية وبين مصر بسبب اليمن، ثم كانت هناك الأزمة العراقية الكويتية في أوائل التسعينيات، وتصل بنا قطر الآن
إلى هذه الأزمة أيضا الخطيرة. الخطورة في رأيي تنبع أيضا أن القرار لا يتخذ من داخل قطر فقط، وإنما قطر بتمثل وبتعبر وبتعكس إرادات مختلفة سواء كانت طيب إقليمية طيب أو دولية. دكتور إكرام، يعني في إطار هذه الأزمة القطرية، يعني مستشار الديوان الملكي السعودي السيد سعود القحطاني تحدى دولة قطر أن تظهر دليلا واحدا على فبركة مقطع الفيديو الذي يكشف مؤامرة قطرية لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز. كيف تنظرون إلى هذا التصريح؟ طبعا هذا التصريح يعني أن هناك أدلة حقيقية وواقعية على التورط القطري في هذا الشأن، وخصوصا أن هناك تحدي لقطر بأن تنفي ذلك وهو ما لم يتحقق حتى الآن. الأمر بيرتبط أيضا سواء في هذا المثال أو في غيره من الأمثلة بقيام قطر بأعمال إرهابية سواء بالوكالة، يعني من خلال دعم أطراف أخرى، أو من خلال مثل هذه العملية التي كانت محاولة لاغتيال العاهل السعودي الملك عبد الله. نعم، الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نشكرك شكرا جزيلا.